أهلا بكم أعزائي ومرحبا من جديد على قناة فرونسي أفيك فلا. درسنا في هذا الفيديو سوف يكون حول المحددات التي تسبق الاسم في اللغة الفرنسية، ومن بين هذه المحددات نجد les articles indéfinis et les articles définis. Les articles indéfinis هي أدوات النكرة. Les articles définis هي أدوات المعرفة. إذن هذا هو درسنا اليوم. هناك أدوات أخرى في اللغة الفرنسية تسمى les articles partitifs et les articles définis contractés، سنراها في الدرس المقبل إن شاء الله. Définition. Les articles définis et indéfinis sont des déterminants du nom. أدوات المعرفة والنكرة هي محددات الاسم، يعني تحدد إذا كان الاسم مذكر أو مؤنث، مفرد أو جمع. Il se place devant le nom، وتوضع قبل الاسم. Les articles indéfinis sont un, une, des. L'article indéfini désigne une chose ou une personne non précisée. أداة النكرة تشير إلى أن الشيء أو الشخص الذي نتكلم عنه غير محدد وغير معروف. Les articles définis sont le, la et l'apostrophe les. L'article défini désigne une chose ou une personne précise. أداة المعرفة تشير إلى أن الشيء أو الشخص الذي نتكلم عنه محدد ومعروف. Exemple: Un père est venu à l'école. أب جاء إلى المدرسة. Un père هو اسم نكرة لأنه مسبوق بأداة النكرة l'article indéfini un، فهذا الاسم هو غير معروف وغير محدد. هذا الأب غير معروف من يكون. Un père، أب جاء إلى المدرسة. Le père de Sami est venu à l'école. Le père هو اسم معرفة لأنه مسبوق بأداة التعريف le، فهو معروف ومحدد من يكون. C'est le père de Sami. أب سامي. Est venu à l'école. جاء إلى المدرسة. إذن هذا هو الفرق بين أداة النكرة l'article indéfini وأداة المعرفة l'article défini. أداة النكرة نستعملها إذا كان الشخص أو الشيء غير معروف وغير محدد، وأداة المعرفة l'article défini نستعملها إذا كان الشيء أو الشخص معروف ومحدد في الجملة. Donc les articles indéfinis هي كما قلنا سابقا un, une, des. un تسبق الاسم المفرد المذكر. un bureau، un garçon، مكتب، ولد. une تسبق الاسم المفرد المؤنث. une maison، une fille، منزل، بنت. دي تسبق الاسم الجمع بنوعين، يعني الجمع المذكر والجمع المؤنث. دي garçons أولاد، دي filles بنات. Remarque ملاحظات. Une école, une image. لا يحذف الحرف أ من أداة النكرة أون إذا جاء بعدها اسم مبدوء بحرف متحرك. يعني هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: تتحول أدوات النكرة عند النفي إلى دو أو دي أبوستروف. جي أن ليفر، جو ني با دو ليفر. عندي كتاب، ليس عندي كتاب. هنا نلاحظ أن أداة النكرة أ تحولت إلى دو عند النفي، ونضع دي أبوستروف إذا كان الاسم مبدوء بحرف متحرك. هناك استثناءات سنراها الآن. C'est un quartier calme. هذا حي هادئ أو إنه حي هادئ. Ce n'est pas un quartier calme. إنه ليس حيا هادئا. نلاحظ أن أ أداة النكرة لم تتحول إلى دو عند النفي، لأن فعل الجملة هو le verbe être. إذا كان فعل الجملة هو le verbe être، فأداة النكرة عند النفي تبقى كما هي ولا تتحول إلى دو أو دي أبوستروف. الاستثناء الثاني:
il ne veut pas un crayon mais un stylo. نلاحظ أن أداة نكرة في هذه الجملة المنفية لم تتحول إلى de لأن في الجملة استدراك مكتملة بشيء مختلف. Il ne veut pas un crayon mais un stylo. هو لا يريد قلم رصاص ولكن يريد قلم حبر. إذا كان هنا استدراك فأدوات النكرة تبقى كما هي ولا تتحول إلى de. الملاحظة الأخيرة: J'ai des robes. نلاحظ أن أداة النكرة دي للجمع تتحول إلى ده إذا كان الاسم مسبوق بصفة أو نعت. J'ai de jolies robes. عندي فساتين جميلة. إذا كان الاسم مسبوق بصفة فدي تتحول إلى ده. Les articles définis, أدوات المعرفة. Le, la, elle apostrophe, les. Le تسبق الاسم المفرد المذكر. Le travail, العمل. Le père, الأب. La تسبق الاسم المفرد المؤنث. La famille, العائلة. La mère, الأم. Elle apostrophe تسبق الاسم المفرد بنوعه، يعني المفرد المذكر والمفرد المؤنث، ويكون هذا الاسم مبدوء بحرف متحرك. لامي الصديق، ليكول المدرسة. لي تسبق الاسم الجمع بنوعيه، يعني الجمع المذكر والجمع المؤنث. لي كلاس الأقسام، لي جور الأيام. غمارك ملاحظات: تستعمل أدوات المعرفة مع الأفعال الدالة على الميول. J'aime la musique. أحب الموسيقى. Elle préfère le tennis. يفضل رياضة التنس. Tu adores les randonnées. أنت تعشق المشي لمسافات طويلة أو النزهة الطويلة. الملاحظة الثانية: أيام الأسبوع تكون مسبوقة بأداة المعرفة le. Le lundi. Le dimanche. Le mardi. ملاحظة الأخيرة: أسماء الألوان أيضا هي تكون مسبوقة بأداة المعرفة le. Le rouge. Le noir. Le bleu. Exercice. تمرين. دعنا أخذ تمرين لكي نطبق كل ما رأيناه سابقا. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. 1. Une. T. إذن سنختار أداة من هذه الأدوات ونملأ بها الفراغ في هذه الجمل. C'est porte. Porte c'est un nom féminin singulier. Porte هي اسم مفرد مؤنث. إذن الأداة التي ستناسبها هي l'article indéfini. Une. C'est une porte. J'ai chambre bien rangée. Chambre, c'est un nom féminin singulier. Then, ماذا سنختار؟ أي أداة؟ Bien sûr, l'article une. J'ai une chambre bien rangée. عندي غرفة مرتبة جيدا. Il y a photo dans mon sac. Photo, c'est un nom féminin pluriel. Photo هو اسم مؤنث في الجمع. Donc on va choisir l'article D. Il y a des photos dans mon sac. توجد صور في حقيبتي. J'achète. Cadeau à ma sœur. Cadeau, c'est un nom masculin singulier. Donc, on va choisir l'article 1. J'achète un cadeau à ma sœur. أشتري هدية لأختي. Je visite. أزور ville marocaine, مدينة مغربية. Ville, c'est un nom féminin singulier. Donc, on va choisir l'article une. Je visite une ville marocaine. أزور مدينة مغربية. Il y a oiseau sur l'arbre. Oiseau, c'est un nom masculin pluriel. Donc,
Bien sûr, on va choisir l'article des. Il y a des oiseaux sur l'arbre. توجد عصافير فوق الشجرة. نمر الآن إلى تطبيق آخر. إذن نفس التطبيق الذي رأيناه سابقا ولكن الآن على أدوات التعريف. Le, la, l'apostrophe, les. Elle n'aime pas avion. Avion, c'est un nom masculin singulier. إذن هذا الاسم هو مفرد مذكر. ونلاحظ أن هذا الاسم مبدوء بحرف متحرك. إذن أداة التعريف التي سنختارها طبعا هي الأبوستخوف. Elle n'aime pas l'avion. هي لا تحب الطائرة. Piéton. Marche sur trottoir. Piéton. C'est un nom masculin pluriel. إذن هذا الاسم هو اسم مذكر في الجمع. On choisit l'article défini les. إذن سنختار أداة التعريف les piétons. الرجلون. Marche sur trottoir. Donc trottoir c'est un nom masculin singulier. إذن هذا الاسم هو مفرد مذكر. طبعا سنختار الارتيكل ديفيني le trottoir. Les piétons marchent sur le trottoir. الرجلون يمشون على الرصيف. Samedi. إذن قلنا أن أيام الأسبوع كلها تكون مسبوقة بأداة المعرفة le samedi c'est le weekend. إذن سنختار طبعا الأداة le samedi يوم السبت هو نهاية الأسبوع. J'adore lecture. Lecture c'est un nom féminin singulier. Donc on choisit l'article l'article défini là. J'adore la lecture. أعشق القراءة. إذن كانت هذه آخر فقرة في هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأرجو من كل محبي قناة فرونسي افيك فولا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة وشكرا على المتابعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله.